السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حديث جديد من أحاديث البلدة. اليوم سنتحدث عن ارتباط الزراعة بالبلدة، لا شك أنه سيكون حديث ذي شجون. ضيفنا هو المهندس الزراعي سامي أحمد عوشان. المهندس سامي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الجميل البلدة والقناة التي تحمل اسم كبير، اسم حضرموت، والشعار اللي تحمله حضرموت الأسطورة والإنسان، أسطورة الأرض والإنسان. حياك حياك. طيب مهندس سامي، ماذا يعني نجم البلدة بالنسبة للمزارع في حضرموت؟ طبعا نجم البلدة يعني الكثير بالنسبة للمزارع، يعني السنة الزراعية كلها ترتكز على نجم البلدة. المكاتبات، الإيجارات اللي يسمون العجز عندنا ويسمون النشر في بعض المناطق، المكاتبات وتأجير الأرض كله يحصل فيه في البلدة. البلدة أيضا بلدة موسم خريف، تعرف البلدة هو النجم الثاني من نجم الخريف، يأتي بعد نجم النعايم يأتي نجم البلدة، يحين موعد نضج التمور. لو استرجعنا للورش يعني قليل وعدنا صفحة الماضي، خاصة عندنا في المناطق المديريات الساحلية، طبعا غير وادي حجر، وادي حجر له استثناءات أخرى، لا زال ما شاء الله عندهم الخريف وعندهم الضعينة وعندهم الآن يعني الآن موسم الذروة، الخريف خريف التمر هو الذروة الآن في البلدة. لكن لو رجعنا قليلا، الضعينة يمكن تذكرها أيام الواسط، عندكم يرادف، عندنا نحن مناطق زي الديوان، الدروع، الناس كلهم يعني تخيل يعني معظم الأهالي اللي في المدن يعني يذهبون إلى المناطق الريفية ومناطق النخيل ومناطق التمور ويجلسون فترة يعني ليست بالقليلة، فترة الخرف اللي هي تبدأ من النعايم إلى آخر البلدة. فالبلدة بالنسبة للمزارع الشيء كبير، أولا موسم يحين موسم نضج التمور، ثانيا كما قلنا المكاتبات كلها زراعية كلها تكون في البلدة، الإيجارات بداية السنة الزراعية تبدأ في البلدة. البلدة أيضا يعتبر البداية الحقيقية للموسم الشتوي، حتى حكيم المزارعين اللي نسميه عندنا يعني سعد السويني واللي عاش في القرن التاسع الهجري، يعني هو من أسرة آل بامدحج، فلو يعني حكم له حكم يعني كبيرة خاصة في الزراعة. فلما يدخل البلدة يعني يخاطب صاحبه المزارع بايع عشوت، يقول له إنك تبى الحارث يا بايع عشوت، اشتاك بالبلدة وبرك بالحوت، والصيف بالزبرة إنك تبى القوت. طبعا يعني يبدأ بالبلدة اشتاء، بداية في البلدة اشتاء، لما نقول اشتاء يعني يبدأ يجهزون للأرض، يجهزون الأراضي، تنظيف الأراضي الزراعية، تنظيفها من الحشائش، من المحاصيل السابقة اللي كانت مزروعة، فهمت كيف؟ فيبدأ موسم جديد اللي هو موسم الشتوي، لأن الموسم الشتوي الموسم ترتكز هو الموسم الزراعي الرئيسي، تعرف يعني بمجرد ما تدخل البلدة ويدخل فصل الخريف تبدأ الأجواء تتحسن، وهنا أصلاً الزراعة عبارة لما تتحسن الأجواء يبدأ المزارعين في تصفية أراضيهم والاستعداد للموسم الشتوي. يعني البلدة بالنسبة للزراعة هي البداية الحقيقية، هي الارتكاز، هي البداية الحقيقية للموسم الزراعي. يعني تزرع كافة المزروعات خاصة في الشتاء لأنها تجود كافة، نبدأ بها طبعا بالخضروات، الخضرة، البصل، الطماطم، كافة أنواع الخضروات كلها، البامية، الخضروات الورقية، هذا الفجل، البقدونس، الجرجير، كل الأنواع كلها. فبالتالي يستبشر خير بقدوم البلدة المزارع. فهنا أيضا لما يقول لك اشتاك بالبلدة وبرك بالحوت، يعني البر إذا هي يطلق بها زراعة البر، اللي زراعة القمح تبدأ بالحوت واللي تبدأ في فصل الشتاء، هو النجم الثاني الحوت. وبعدين يقول لك الصيف بالزبرة نجم أيضا، الزبرة هو النجم ما قبل الأخير في من نجوم الربيع، فيزرع الزبرة يعني يزرع الطعام في آخر النجم. طيب مهندس سامي، ذكرت أنه يعني حجر، وادي حجر له خصوصية طبعا، كيف يعني؟
الخصوصية لأنهم ما زالوا مهتمين بزراعة النخيل، ما زالت العمليات الزراعية كلها يعني من التفخيط إلى التصفية إلى التنكيس نسميه، تحنية الجذوع، يعني كل أيضا لا زال الشباب هناك يطلعون للنخيل، مهتمين بالنخيل. فأنت لو زرت الوادي يعني إيش أقول لك، يعني نسميها واحات من النخيل. وبعدين يعني شيء غريب أن النخيل مش زي عندنا المناطق المعينة، لا هم موزعينه على مسافات، المسافات اللي نحن درسناها المسافات الصحيحة، يعني لاحظ أنه 10 متر 8 متر، فكلها واقع على خطوط واحات يعني كبيرة. تبدأ طبعا من جزول، طبعا الوادي وادي حجر من ميفع إلى أن توصل آخر منطقة اللي هي بعد تقريبا 150 كيلو. تخيل 150 كلها غيول، الوادي كله غيول أخضر، كله غيول مياه. أولا مياه ينابيع ماشي مشكلة بالنسبة للمياه، بعكس كافة المديريات الأخرى من وادي وساحل حضرموت تشهد، يعني نشهد زي ما تعرف جفاف في المياه، لكن الوادي سبحان الله الوادي يعني غيول انعكس على الخضراء، انعكس على الخضراء انعكس طبعا هذه الغيول. ما زالت النخيل والمحاصيل الاخرى خاصه بالنخيل الى اولا توصل، يعني هذا طبعا ميفع منطقه ساحليه هي سله غذاء نسميها، لانه بامكانك تزرع المحاصيل نسميها الموسميه، يعني الحبحب الذره الحبوب كافه بإمكانها تغذي المحافظة كلها من ميفع. بعدين تدخل الوادي، تدخل الوادي توصل جزول، جزول ما شاء الله نخيل وموز، توصل الجول العاصمة، بعدين يجي لك الحوطة، يجي لك الحصن، الحصين الصباحية، إلى أن توصل في المنتاك، إلى أن توصل إلى الصدارة. هناك أيضا مناطق مش فوق الوادي مباشرة لكن تبعد، مثل محمدة، هذا محمدة فيها كافة أنواع الفواكه غير النخيل طبعا، مثل المانجو، الليمون الحامض، الموز، جوافة، تعرف منطقة بكر، منطقة يعني دافية، يعني حاجة بس حسب ما يذكرون الأهالي أنه عصارة شبالة أثر عليها كبير أثر عليها. فبالتالي الوادي نفسه وادي حجر الزراعي الآن لو تشوف يعني موسم، تخيل موسم، ايضا لا تنسى ان الوادي موسم البلده، موسم الان موسم البلده هو موسم وادي حجر، موسم وادي حجر، البلده يعني هي والان كل حتى يعني لا زالت الضعين يضعنون في يجون من اهل من مكلا حتى من ابين من لحج يروحون، ليش؟ منشان يتخرفون ويحصلون ما تيسر من التمور. طبعا ازاي اول الان وادي حجر هو اللي يغطي المنطقه تقريبا حضرموت كلها، تعرف التمر الحجري ويغلب عليه الصنف السقطري هذا او السقطراي نحن نسميه او السقطري، صنف طبعا احمر رطب يعني ممكن تاكله رطب او والباقي يجفف هناك في بعد ما ينتهون من جني الرطب يجفون الباقي هناك عندهم دروع زي الدروع، الدروع طبعا من الحجاره يصفونها صف فوق الوديان، ولما الزايد هذا بعد ما ينتهي البلده يقطعون يسموه القطيع ويبدون يبرحون باقي التمور هذا، لأن تعرف بعد ما بعدين يتحول لصحل، بعدين يتحول لا مش لصحل، يتحول لتمر. الصحل هذاك صنف ثاني اسمه مسحال، هذاك صنف ثاني، صنف ذي مسحال، مسحال عمر أو مسحال، هذا صنف من أصناف المعروفة في التمور. لكن وادي حجر يعني طبعا هو الآن اللي يغذي جميع مناطق حضرموت بالتمور الطازجة، أيضا يصل إلى باقي محافظات البلاد. فالوادي يعني ياريت أنه قناة حضرموت تنزل إلى الوادي، وخاصة حتى مع الآن موسم خريف شوف كيف لقطة حية إن شاء الله. طيب مهندس سامي، إذا نحن نمتلك موروث زراعي بالتأكيد. طيب ما هي العلاقة بين هذا النجم والموروث الزراعي؟ طبعا هو زي ما تعرف أن السنة بحسب التقويم الشبامي للحساب النجوم مقسمة إلى 28 نجم، وكل فصل فيه 7 نجوم. طبعا
نحن الزراعة ومزرعة لها طبعا نجومها الخاصة، ولها وفي كل نجم معروف بصفاته المعروفة وموثق أيضا، يعني في كثير يعني من الحكماء اللي مثل أبو عامر ومثل سعد سوين اللي قلت لك عليه. فكل نجم له صفات خاصة وله مواسم خاصة. إذا مثلا نحن بنبدأ بفصل الربيع، طبعا يبدأ من الهنعة، هذا النجوم الهنعة الذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة. طبعا الهنعة اللي هو أول نجم يدخل الربيع. طبعا فصل الربيع هو أصلا موسم التزهير، موسم ظهور الطلع فين؟ في النخيل، وأيضا التزهير في أشجار الفاكهة اللي تتميز بحضرموت، وخاصة الليم الحامض والمانجو وكله يعني يزهر في فصل الربيع. حتى من ضمن الصفات لنجم الذراع يقول لك خيل الذراع باع. الخيل الخاول والطلع اللي يظهر في نجم الذراع هذا يعطي غلة كبيرة، يعني يعطي باع. لكن الطلع اللي يظهر آخر الربيع مثل الصرفة يقول لك خيل الصرفة غرفة، ما يعطيك إلا حاجة. بالتالي يعني أحكم. دخلنا مثلا في فصل الصيف العوة والسماك، تجي الصيف عوة والسماك، وهذا موسم أمطار. حتى إذا دخلت العوة ففي السماكي يقول لك ما تسمع الداعي من المناكي، المناكي هي المراعيض. يعني تخيل كان أمطار غزيرة، أمطار غزيرة. وبالتالي يعني المواطن والمزارع والساكن في حضرموت استغله، وصل المعايير في كل مكان. تخيل إذا كان بس بمديرية واحد، مديرية غلبة وزير اللي يسكن فيها قرابة 32 معيان، حفروا قنوات، حفروا. إيش اللي خلاهم يحفروا القنوات؟ المياه الموجودة، المياه زايدة، يقول إحنا لا يمكن نخليها. الإنسان الحضرمي أي مكان يوصل فيه الماء يزرع فيه. وبالتالي تلاحظ أن النخلة هي الشعار في كل مكان. النخلة هذه يعتبرها الحضرمي زي ابنه بالضبط، حتى يفتخر. والزرع والنخل يسميه إيش؟ يسميه المال. يقول لك مالنا كيف؟ لحد الآن ناس يجوا من مهجر يبغى بس أن نظرة في المال حقه، يعني يرتاح. ما هذه يعني من موروث أنه يقول لك نحن مالنا. شوف كيف يعني، تخيل يعني يحفرون قنوات، يدبرون يعني يحرثون أرض جديدة، أرض ماشي يسوون أرض من يعني ينقلون تربة من شان إيش؟ من شان يستفيدون من المياه. زيد على ذلك أن الوديان أصلا الوديان مياه، لو انتهينا من وادي حجر أيضا لو رحت المناطق الشرقية، وادي عسد أيضا، وادي بودش، وادي شخاوي، كلها لما تروح مياه غزيرة. وتلاحظ النخيل، وادي رغدون، ما كنت تقول كيف لا نوصل فيها. ما زالت العيون موجودة، لأنه منطقة أقصد أنه النجوم ارتباطها مثلا بالأمطار ما زال إلى أيوة يقول لك لما الناس يستبشرون لما تدخل العوة، لكن الآن بشكل عام مع التقلبات الجوية طبعا خفت طبعا هذا لا يعني هذا عفوا أخي سامي، أنت ذكرت النجوم والمحاصيل اللي هي خاصة بالنجم. أيوة خاصة. لم تذكر محاصيل نجم البلدة، محاصيل نجم سنستمع إليها بعد هذا الفاصل. فاصل أيها الأعزاء ونعود إليكم، فابقوا معنا. من جديد نرحب بكم أيها الأعزاء في حلقة اليوم الذي نتحدث فيه عن ارتباط الزراعة بالبلدة. ضيفنا المهندس سامي أحمد عوشان. أخي سامي، كنا نتحدث عن النجوم وخصوصية المحاصيل في كل نجم، ماذا عن نجم البلدة والمحاصيل الخاصة بهذا الموسم؟ كما قلت لك أخي غسان، أن البلدة هي تعني بداية الموسم الشتوي، والزراعة في حضرموت هي ترتكز على هذا الموسم، الموسم الشتوي. بمعنى أن المحاصيل، معظم المحاصيل الزراعية وخاصة محاصيل الخضار، البصل، في بعض المناطق أيضا يزرعوا التبغ، لا زالوا
فهمت كيف؟ ولو ان هذا المحصول في غير البوازير ايوه، ولو انهم يدورون على البديل لكن لحد الان ما حصلوا البديل. لكن معظم الزراعات تبدا من نجم البلده، ياتي بعدين بعد البلده المرزم سهيل بعريق الخباء الفرق الى نجوم فصل الشتاء. هذه النجوم ايضا تخيل هذه الفتره كلها بدايتها فين؟ في البلده. فهذه الفتره كلها فتره زراعه. ليش المزارع هنا في حضرموت والمزارعين يستبشرون بنجم البلده؟ لانه موسم البدايه هي البدايه في البلده. ومن البلده ينطلق الموسم الشتوي. والناس تجهز، وفي مثل يقول لك من زرع باكر ضوى شاكر. يا سلام. وفي وايضا من المثال الزراعيه اللي اسمه عز ارضك تعزك. عز ارضك تعزك، وبالتالي يعني لما تدخل البلده اذكرنا ايام زمان كانوا يهتمون كثير، خاصه التسميد، من ناحيه التسميد، من ناحيه قلابه الارض، من ناحيه ايضا في موسم البلده تبدا زراعه المشات الحبوس، نسميها المشات، يعني بما معنى الزرع مش كله يزرع مباشره في الارض، لا، زي البصل، زي كافة أنواع الخضار، الطماطم، البسباس، الباذنجان، إضافة في هذا الموسم. أيوة في هذا الموسم يبدأ يحبسونه في أماكن كده خاصة لهذا المشاتل مثلا، ويجون خاصة في غير البوزير منطقة اسمها القف، منطقة تعتبر مشتل، مشتل كافة المناطق، يجون من حجر، يجون من أرياف المكلة، يجون من شرق، أيضا بعضهم يجون حتى من الوادي، يجون من شان زراعة المشاتل. أيضا في وادي حضرموت المشاتل تبدأ البداية الحقيقية من الآن من البلدة، خاصة مشاتل البصل، لأن تعرف الآن البصل أصبح المحصول السائد في الوادي. إيه؟ المحصول السائد تقريبا حضرموت لحد الآن مستكفية من البصل والليم الحامض إذا ما، وللأسف الكبير بينما باقي المحاصيل البطاطس الطماطم اللي ممكن نستكفى منها ذاتيا لحد الآن للأسف يعني معظم المواسم تأتي من خارج البلاد. فالآن البصل البلدة، أيضا الحبوس زي ما قلت لك أو المشاتل تبدأ من الآن، وزراعتها تجهز 60 يوم في هذه الفترة، يعني من البلدة إلى نهاية الشتاء اللي هو في الهقعة، نجم الهقعة أو البركان، هذه كلها موسم زراعة، بمعنى البلدة هو الأساس. وكما قلت له يقول لك اشتاك بالبلدة وبرك بالحوت، يعني اشتهوا هو البلدة، وبالتالي من البلدة يبدون خلاص المزارعين يسمونها مقومة، مقومة الأرض، مقومة الأرض تبدأ من الآن. طيب هذه سامي، هذه المحاصيل التي تزرع، أيوه، ما هي المحاصيل التي تجنى في البلدة؟ أيوه اللي تجنى في البلدة زي ما قلت لك الخريف. ليش هو البلدة ميزة خاصة؟ للبلدة ميزة خاصة لأنه يجي ثاني نجم في نجم الخريف، والخريف يحين موعد جني التمور لسه الخريف، وبالتالي في البلدة هو الموسم الوفرة نسميه، يعني الموسم اللي تشوف حتى في السوق كافة أنواع الأصناف اللي تزخر بها حضرموت، إضافة الآن اللي ظهرت الأصناف السعودية يسمون البرحي هذا وخلاص، لكن لو جينا نستعرض لأصنافنا حاجة كبيرة، يعني نحن معنا إيش أقول لك، في قصيدة للسيد المشهور أعتقد أو المحضار، في قصيدة كبيرة مسميها ماشي كما التمر في الدار، قصيدة طويلة ذاكر فيها أكثر من 70 صنف، تخيل أكثر من 70 صنف. وهنا معنى الأصناف يعني الممتازة والأصناف اللي سايد الآن في حضرموت، مثلا صنف مجراف معروف، صنف مجراف خاصة الوادي سيئون وحواليها، أيضا الزجاج طبعا وادي دوعن، معظم الزجاج هذا أصناف ممتازة. إيش الأصناف السعودية لو اهتموا فيها وتمت يعني جنيها وتم الاهتمام بها إعادة تصنيعها وحفظها، يعني بتنافس الاسم السوق الخارجي. شوفها هذا مثلا، ممكن الكاميرا الكاميرا ايه شوف المخرج
المخرج هذا مثلا عندنا هذا جزازه الجزاز او بعض اللي يسموه الزجاج او الزياي فهذا من اجود الاصناف هذا يزرع في دوعن هذا يزرع في وادي دوعن الوديان وديا وادي عمد وادي العين هذا بسر هذا بسر ومناصف تمر البسر حقه اصفر البسر حقه طبعا هذا من اجود انواع التمور صنف الزجاج ايضا الصنف الاخر الصنف مجراف شوف اصناف يعني بمكانها تنافس الاصناف الان العربيه صنف مجراف اصناف هذا غالي وكل له ذوق له ذوق خاص اقول لك يعني تخيل اكثر من 70 صنف ماشي يعني ايضا هذا من الاصناف ايضا ممتازه صنف من الاصناف النادره ام شوك يسمونه ام شوك هاي ام شوك شوف الاصناف في سيونه هذا في سيون في مناطق سيون الصنف ايضا عرقدي هذا من الاصناف ايضا جيده كله في مناطق الوادي كل هذا في الوادي يزرع في الوادي سيئون وادي حضرموت في وادي حضرموت الوديان اللي في وادي حضرموت والمنطقه كلها في وادي حضرموت معظمها صنف الهجر صنف الهجر هذا يداوم به صنف معروف في ايضا صنف سريع هذا صنف سريع طبعا ساه مخرج ساه والمناطق الوادي ساه سريع هذا عندهم مشهور حتى لو يعني يحفظونه ويستخدمونه ايضا يجي بعض الامراض سريعه ايضا في يسمونه صنف ناقه كلها اصناف هذه نادره ما تحين ولا كل هذه في حضرموت كلها هذه في حضرموت كلها في غير حضرموت ما تزرع غير حضرموت لا في المناطق تتحدث عن الاسماء الاسماء ايوه كلها هذه كلها حضرموت اصابع العروس في اصبع العروس ايضا حمراء وفي اصبع شوف اصبع العروس ايضا في صنف شبشبه من الاصناف النادره هذه لاحظها قليل بقله كبش هذه من الاصناف الحلوه من الاصناف النادره خاصه في وادي عمد وادي العين يعني اصناف طيبه صراحه حضرموت جفسوس اصناف يعني فين جفسوس صنف مخضام صنف مجيحي صنف ايضا حاشدي هذا قد وادي العليب ريد الجهويين الريد هذا الريد غير بنيومين يكثر اصناف كثيره يعني متنوع طيب متمدن مديني ايضا يعني عندنا هنا بقله صيق في وادي عمر هذا يقودنا اخي سامي ونحن نشارف على الانتهاء يعني هذا الموروث الزراعي كيف نحافظ عليه؟ اوه اشكرك على هذا السؤال ضروري نحافظ عليه التوثيق اولا مهم جدا انا صراحه اشكر الاخوه في مكتب وادي مكتب دوعن مكتب مديريه دوعن فهم لهم السبق يعني الأخوة هناك مهندس سالم باكر بشات والزميل سعيد بنواس وأيضا عبد الله الخمشي فريق هناك في مكتب زراعة سووا كتيب مقتطفات من تاريخ دوعن الزراعي القديم تخيل كل الحاجات دونوها من ما تبدأ في المواسم المديريات الأخرى تفتقد للتوثيق؟ أيوة لحد الآن يعني نحن نطمح في باقي المديريات أن تخطو الخطوة إن شاء الله يعني يعرفوا الناس ويعرفوا الأجيال بموروث الآباء والأجيال بيساعدنا لأنه ضروري أنت بدون يعني موروث إذا ما حافظت على يعني بالتالي مهم جدا حتى أنا لو بتسمح لي يعني تبقى معنا دقائق تفضل بس أيوة تفضل يعني أتمنى على قناة حضرموت وهي ترفع الإنسان أسطورة الأرض والإنسان يعني لو تبدأ بالتوثيق التلفزيوني والتوثيق الفضائي لهذا الموروث مشان نعرف الأجيال الآن الجديدة كيف كانوا أبانا كيف كانوا حرصهم في كل وادي له خصوصية معينة كل يوم كل حلقة تنزلون في وادي يعني وادي دوعن غير وادي حجر البيئة تختلف لكل وادي بيئة أيوة له خصوصيات طيب أخيرا أخي سامي عفوا يعني لأنه الوقت شارف على الانتهاء يعني تحدثنا عن النخل كيف ممكن أيضا نستفيد من ثرواتنا الزراعية الأخرى حضرموت نحل حضرموت ماشية يعني حضرموت كيف ممكن كيف بالاهتمام بهذا الجانب بإدخال التقنيات الحديثة في هذا الجانب حضرموت مش نفط بس
مش مش أيوة. أيوة. نعم. أقول لك أنا مش نفط للأسف الآن. الآن أصبحت لما يذكرون حضرموت سواء كان في برا ولا في خارج نفط، لا حضرموت في الأساس هي زراعة أصلاً، والزراعة هم الاقتصاد، زراعة وبحر، زراعة وبحر. نعم. زراعة وبحر وثروة، وثروة حيوانية من أجود أنواع البلدي. نعم. بكم يباع أمام الصومالي؟ صحيح. النحل أجود أنواع يباع، يعني أغلى أغلى عسل طبعاً هو العسل الدهني، اغلى او ما يعرف العسل بغيه. حقيقه حديث ثروه ضروري للشجون اخي سامي حول هذا الموضوع. عموما نحن زمن البرنامج انتهى اليوم، انتهى حديث من حديث البلده. تحدثنا ايها الاعزاء عن ارتباط الزراعه بالبلده. اشكر المهندس سامي احمد عوشان على هذا الابحار الجميل، واتمنى انه يعني ما تطرق اليه وما تناوله أن يؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام. أشكرك. أتمنى يا أخوان، أشكركم جزيلا، وإن شاء الله نلتقي وفي حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. لكم التحية أيها الأعزاء، استودعكم الله في أمان الله.